ألم أقل إنكم أغبياء؟ في هذا الخاتم السم، إذا لم تضعي في طعام ساعد فسيكون مسرحك بيد العرب. اختبرني وتعود إلي. عاد بك الشوق أم عاد بك غيره؟ الشوق والدرسي. يبدو أنه يوم طويل، ولقد ظهرت الفيلة مرة أخرى. أدعو الله أن تعود لي سالما معافا. أعجب لجبان مثلي يغامر كما أغامر. لا أظنك تنسين أنك فارسية. خلصينا من شر سعد، ينتصر قومك. أغدر بسعد؟ أليس كريها أن يكون مصرعك على يد العرب؟ لتفعل المقادير ما تشاء. خذي. خذيه. دسي ما فيه لسعد. هذا ما قلت للهرمزان. الأميرة كمرزات لن تتخلى عن قومها أبدا. تدعونني أخاطر بحياتي في عمل واحد بدلا من أن أقوم بعشرات الأعمال. سأنصرف الآن وأتسلل إلى الجانب الفارسي. أتريدين إبلاغ الهرمزان شيئا؟ أبلغه تحيتي. سأفعل يا مولاتي، سأفعل. تدسين السم لرجل يقاتل من أجل دينك؟ سلمى، أيعقل أن تتهميني بالخيانة؟ الأميرة كمورزاد مجوسية وستظلين مجوسية، لكننا أحببناك وعملناك كواحدة منا. كنت أراوغه جفينة؟ كنت أنوي قتله كما فعلت مع الآخر. أية لعبة تلعبينها أيتها الفارسية؟ لا يحوي هذا الخاتم سما؟ صدقيني يا سلمى، إني أصدق ما أرى وما أسمع. واجبي أن أخبر الأميرة بما حدث، ولن أتوانى في أداء واجبي. كنت أعلم أن هذه نهايتي. يحكمون، يحلمون، وبمثلي لا يعبؤون. قوم في السحاب وقوم في التراب. أصدق أن هذا الفارس ليس أبا محجن، أن هذه ليست البرقاء. سعد، ماذا تريدين؟ أولا أريد أن أعتذر لك عما بدر مني. لن أغفر لنفسي لأني لم أدرك كم تتألم. موضوع شائك عن شيرين، أريدك أن تتأكدي أولا من وجود البلقاء. البلقاء في ساحة القتال وفارسها أبو محجن. من أطلقها؟ أنا. حضروا لي الفارس الملثم أبا محجن. ما
هاشم، القعقاع يقرئك السلام ويطلب منك ألا تنزل ساحة القتال بكل جيشك، بل قسمهم فئات حتى يرعب ذلك الفرس ويطمئن المسلمين.